دلوقتي مش عمرو دياب اللي معاه بالميوزيكال، بتعامل معاه فنان واخد ميوزيكال، ده هتعمل له ايه؟ عودوني كان مفترق الطرق بالنسبه لي انا وحميد. جت فكره بقى ان انا اعمل عودوني دي على رتم اللي هو بيسموه الميديوم، اللي هو يعني كل الهدوء كانت بقى مولعه وبتاع ورتم سريع وكده، وبعدين فجاه احنا مغيرين. لك ان تتخيل الاغنيه فيها كل الاشكال الموسيقيه. عودوني عودوني عليك احبك عودوني. وجبنا مودلز من الهند ومن بريطانيا، ودخلنا وجبنا النوبه وجبنا الناس اللي بيقولوا عودوني والاطفال، يعني برضو نقله، تعتبر نقله من النقلات القويه جدا في الموسيقى العربيه. عودوني. من هنا كان في مفترق الطرق ان اتنقلت من شركه من صوت الدلتا لعالم الفن، وابتدينا نعمل أماري. تعتبر الميوزك بتاعتها لاتن، لكن اللحن اللي فوق الموسيقى دي لحن شرقي جدا. هو اللي جه قال لي طب ليه ما تصوريش الفيديو اللي جاي؟ ساعتها كان في سكسس جامد قوي بنور العين وعودوني. فكره الدوت، فكره ان انا اغني مع واحد مع الاخر. مهما تفكر فيا انا اكتر بشويه، قلبي العاشق قدامك، لو بصيت لقدامك هتلاقي روحي فيه، املي الوحيد بلدي. يعني البصيره بتاعته والخبره بتاعته والجهد الخارق اللي هو بيعمله، يعني أسطورة الجيل. كنت عندي غيرة من لما بسافر وبعمل حفلة واروح بعد كده اروح مكان ما ما بسمعش مزيكتنا، وانا متحمس جدا ان ازاي ما يسمعوش مزيكتنا، ده احنا عندنا تاريخ وعندنا حاضر وعندنا مستقبل. Oh my.
صاحب تيام لار نزوغو دشكوال صاحنا ببار دولاي تروكي نيكن تبكون آيا تيلي Εγώ κολλησίστα δυο σου μάτια Κοίτα με πάλι εγώ κομμάτια Κλείσε με στα βλεφάρα σου φυλάκι Κάσε με εις το βιάκι Κούφε μόνες δουλίτσολες Χωρά μαζερές γουργούρες Δεν ήξου τέρας χαμπούρες Για δώσ' είσαι εμείς με δίρες Πουλά νύχτα σε πουρά να φερίδας Καιρό και στους έχω τρέχω σε μη μοίρα Φεύγω για μους και μη I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, trust in my faith, my tears and my ways are drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. تملي معاك ده حدوته تانيه ليها فكر تاني اشتغلنا باسلوب اخر كان تقريبا بقى دخلنا في اكتشافات المواهب الجديده احمد علي موسى امير طعيمه وبعدين ربيع السيوفي تملي معاك كان عندي 17 سنه كنت ساعتها شاعر مبتدئ بحاول ان انا اوصل باي شكل يعني اتعرفت على شريف تاج اللي هو الملحن وعملت معاه لحنين ثلاثه يعني تاني يوم لقيت شريف بيكلمني بيقول انا عملت لحنت الاغنيه اللي اسمها تملي معاك لحنتها حلوه قوي هروح اسمعها لعمرو دياب الكلام جالي من احمد علي موسى لحنته ولحنته قبل البوم تملي معاك يعني قبل ما نبتدي نسمع بفتره بعديها بثلاث ايام بالظبط لقيت شريف بيتكلم بيقول لي مبروك الحمد لله عمرو خد الاغنيه بتاعت تملي معاك فانت كان عندك 18 سنه حلم حياتك كله اصلا انت طول حياتك بتسمع عمرو دياب ما بتسمعش حد غيره يعني فجاه اول اغنيه هتنزل لك في حياتك وانت عندك 18 سنه مع عمرو دياب ما كنتش عارف بعد كده انها تبقى اسم شريط ولا الاغنيه اللي هتتصور ولا اي حاجه من كده هو شايف من اول خالص مش لازم انا اعيد اللي انا بقوله هو خلاص عارف من اول ما انا دخلت وقلت الجزء الاولاني بتاعها هو ابتدى يشتغل مع نفسه ابتدى يعمل يعني يشوف هيعمل ايه هيحطها ازاي دي هتبقى فين إيه لما اغنيها هتبقى ايه هو كده ما كانش هيهمني السن وكان مرحله جديده الالفيه دي عملت لينا مرحله جديده كنا رايحين نعمل التنازل انا وعلي مليجي مدير انتاج شركه عالم الفن رحنا وخلاص وقفنا وصلنا لغايه الدور بتاعي فبمضي فالراجل اللي واقف اللي هو بتاع الشارع العقاري بيقول لي بتاعت حضرتك فطلعت له البطاقه فبيعرف التفاصيل فلقى ان انا عندي لسه 18 سنه والمفروض ان انا عشان اعمل اي تنازل لازم يبقى سني يعدي ال 21 سنه فاضطريت بقى ان انا اكلم والدي في البيت ان هو ينزل يجي لي الشارع العقاري كيرف تاني خالص 180 درجة في ان انت تعمل ميوزك بالاحساس ده بالجمال دوت وبالكواليتي دي وبالغنى الشرقي او بالغنى الكالتشر بتاع بلدك تملي معاك معاك قلبي معاك روحي يا اغلى حبيب يا اغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب يا احلى نصيب التوزيع الموسيقي بتاعها كان سيمبل جدا وفي نفس الوقت قوي جدا هارموني وكان معانا عمرو في الموضوع يعني عمرو برضو كان لازم عمرو يبقى ليه وجهه نظر في كل الشغل ودي حاجه بتبقى مهمه جدا للمطرب عمرو محترف وطارق مدكور محترف فيعني لما يكون معاك حد محترف فاهم دماغك انت مش محتاج تبقى في وقت طويل ومش محتاج تجرب انت يعني بتبدع وخلاص وبتحط الادوات بتاعتك وانت متاكد ان هي دي الادوات النهائيه اللي انت عايزها سيبني الحال سيبني
اضطرنا نعمل 10 افكار موسيقية مختلفة مواكبة لحالة التطور اللي موجود على الساحة في العالم مش في مصر بس. عارف ليه انا قلبي اختارك؟ عارف ليه انا راضي بنارك؟ عارف ليه انا افضل احبك وهكمل وياك مشوارك؟ في فانا دي فانا هو جاي شايف كوتشين ما اديتهمش حاله خاصه، اديت لهم كل الحالات. اول البوم اتعمل فيه جيتاريست واحد بس، كان الاول عشان خاطر تسجل اغنيه فيها جيتارات سبانيش كانوا لغايه قمرين. احنا عملنا كده، كنا بنجيب 8 جيتار او 7 جيتار او 6 جيتار وبنقعد جنب بيقعدوا جنب بعض وبنريكورد. كل يوم بيعدي تزيد غلاوتك عندي واشتاق لك واحبك تسوى ايه الدنيا مهما كانت حلوه ثانية عشها كمان. سنين من احلى اغاني الالبوم ده، يعني من احلى الحاجات اللي اتعملت، وهي يعني اغنية قائمة بذاتها في الالبوم ده. يعني انت لو سمعتها في الالبوم تحس ان هي عايزة لها البوم تاني، وميلودي شرقي جدا وحلو جدا، وفي يعني حتى مناطق في الغنى كانت جديدة جدا. يعني كلمة سنين بالطول اللي احنا عملناها ده كانت حاجة، هي طالعة كده، يعني هي طلعت كده يعني تعبيرا عن الكلمة. تملي معاك عمل طفرة مع تصويرها في سفرنا بقى بره. كان أول مرة أسافر بره أصور بره، كان مع شريف صبري ورحنا براغ وصورنا تملي معاك، صورنا العالم والله. تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك، تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك، تملي وحشني لو حتى بكون وياك. يعني تملي معاك عمرو دياب فتحوا طريق لاي مطرب او مطربه انهم يعملوا اي حاجه بجراه من غير ما يفكر الشكل ده هينجح مع الناس ولا لا. احنا صورنا في الالبوم ده العالم مولع وتملي معاك وصورناهم في نفس الوقت، لانه كان في كنا مش عارفين ان حيز لاني واحد اكتر، صورناهم في نفس يعني كان في نفس اليوم بنصور شوط من العالم مولع اللي هي كلها موفمنت ورقص وشوت من تملي معاك اللي هي كلها رومانسيه وعامل عمل كده كويس جدا. يعني فعلا صور شوت عمال بيرقص ومزيكا جامده وبتاع، والشوط اللي بقى دي رومانسي وحالم وبيحب. العالم الله قديك قلبي وروحي دابوا فيه، ده اللي عيونه دوبوني والله. الله 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 من ليبيا يا لا لا الله. اول لقاء مع عمرو كان في البوم تملي معاك سنه 2000، كنت عملت فيه اغنيتين العالم الله واعمل ايه. اعمل ايه في اللي انا حبيته واللي القلب اختاره واللي معاه من يوم ما لقيته جنه
علم الله يعني كان في صدفة يعني كده حصلت. انا كنت قبل الفترة دي مش قاعد في القاهرة يعني كنت حابب اعمل الموضوع وعملت اغنيتين ثلاثة بس يعني ما كانش لسه في حد حاسس بيهم يعني. فلما جيت استقريت في القاهرة كان الفرصة اللي فرقت معايا في حياتي كلها ان اتعاملت مع عمرو في الاول. كان في الملحن اللي عمل اغنية عمرو مصطفى كان اشتغل مع عمرو قبل كده فعرفه. فجاء مرة بيكلمني بيقول لي انا هروح اسمع عمرو دياب هنسمعه ايه ومش عارف ايه. عديت عليه وصلته افتكرت كان عنده اللحن بتاع العالم الله بس كنت لسه انا ما كتبتوش يعني. فما كانش في دماغي يعني كان بعيد عن دماغي خالص موضوع عمرو دياب ده لسه يعني بنجرب نشوف هنعمل اغاني وبعدين كان تخيلي هتبقى ستيب باي ستيب يعني بس هيوزلكي يعني. فعديت على عمرو مصطفى وفاكر انا حتى اليوم ده وانا بوصل له استوديو على باب الاستوديو انا كتبت الدخول ده على اللحن يعني افتكرت التيمه بتاعت اللحن ده. احسن ميموريز ليا في حياتي هي بتعتبر العالم الله يعني بعد كده اي نجاح حصل ملوش نفس الطعم. العالم الله دي الكريديت كورس بتاعتي في المزيكا وفرت عليا سنين طويلة يعني. اما عمرو دياب ترجمت له اغاني كلها في العالم رفع اسم مصر المطرب مصري اللي هم خدوا اغانيه برجاني دي بوكاري اجا 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 عادل مسما جاني برجاني دي بوكاري اجا 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 من ليبيا يا علام الله ده العيون دوبوني والله هو عمرو دياب في حته اللي هو اللي بيشتغل كويس بيعرف يشتغل كويس جدا مع الناس الجديده او بيعرف يسمع الناس الجديده وبيقدر يكتشف اني فيهم كويس واني فيهم الوحش دي يعني الحته دي عند عمرو بقاله كتير يعني من زمان مش انا اول واحد يعني كان عمرو دياب قبل كده اكتشف محمد رفاعي ومحمد رحيم وبعد كده عمرو مصطفى وبعد كده انا يعني مش انا الحاله اللي انت يعني مش انا الحاله الوحيده اللي عمرو عمل معاها كده لكن ده طبع جوه عمرو وده طبعا كان يدل على حاجه فده يدل على الذكاء طبعا لان هو بيختار واحد يعني او بيختار مجموعه او جروب بيبقى مواكب الاحداث اللي موجوده في الوقت ده شاب يعني حاسس باحساس الشباب فبيقدر يعبر عنها احسن او اكتر وانا شايف ان ده ذكاء هو عايز الشباب يقول اللي هم حاسين بيه ولغتهم ايه فهو عايز يبقى واحد منهم واحد من اللي بيعبر عن احلامهم ولغتهم فطبيعي ان هو لما يصادفني في شغل وانا عامل فيه افكار جديده او جريئه طبيعي ان هو يديني المساحه والحريه دي شفت اغاني ليا في افلام هنديه عاديه جدا بطل واقف كده بعد ما بياخد البنت والافلام كبيره جدا تو هي دیکھے تو هي تو دل میں رہے کیا کہوں تیرے بنا ایک پل بھی نہ کٹے یہ میری سانسوں میں بھی تیری ہی خوشبو رہے تو لہو با
सनम जिस्म में मेरे बहे هو جرح من كبير هو جرح من كبير عمرو دياب مسموع في العالم كله، يعني ليه ناس كتير قوي بتحب نوع موسيقته، لان موسيقته لا هي عربي ولا هي غربي، هي فيها احساس، فعشان كده بتقدر توصل لغة عالمية، بتوصل للناس كلها. عمرو بيدور على حاجة بتنتشر يعني بينتشر، عمرو بيدور على شكل كذا، فأنا حسيت إنه بيدور على شكل معين، فقلت لعصام كاريكا خد الغنوة دي اعملها، دي عمرو دياب. عصام كاريكا قاعد مع عمرو دياب ما سمعوش الغنوة، في نهاية اللقاء قال له طب أسمعك حاجة بقى دي محمد، قال وانا عارف كل ده السيناريو ده، انا حاسس لان انا عارف ان انا عايز عمرو دياب يعني نشتغل مع بعض، فاهم ازاي؟ يعني في الفتره دي مهم جدا ان انا اشتغل مع عمرو دياب لاسباب خاصه جدا. فسمعها له وهو ماشي، راح مرجعه تاني، ولقيت تليفون بالليل الساعه 4 لما صحيت لقيته عمرو دياب خده وهي عامله ايه دلوقتي. دي كانت بدايتنا. وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت، وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت. يعني احنا لما بدأنا وهي عامل الوقت بدأت في مسلسل بقى، لان طالما نجحت الغنوة دي اذا انا نجحت في فتح الباب ده عند عمر، ومن خلال عمر خلاص عند جماهير عمر، اذا انا ايه امشي في السكة دي. بدأنا مشينا في السكة دي، وبقى هو عشان فاهم هو عايز ايه بقى معايا غنوة بغنوة. حسي همش غمان تموم بود و نبود من میاد خاطره هامون، بیا و قلبم و نشکر، بیا که من توی تنهایی ندارم امروز و فردایی، تا تو نیایی پیش من نمیخوام دیگه دنیایی، بلم بکن توی تنهایی. النجاح سهل بس التطوير صعب، ودي اللي في عمرو دياب. تملي معاك ولو هدت عند قلبي في قلبي أباك، تملي معاك تملي تالي وفي قلبي ولا بنساك، تملي وحشني لو هدلك وياك، تملي معاك عمرو من يعني مميزاته ان هو ما بيصدقش نفسه، وعلى طول حاسس ان هو عايز ينجح زي ما يكون اول شريط. لما فهم نور العين وفهم تملي معاك وترجموها وغنوها، ولما بغنيها بلاقي الاجانب بيحبوا نوع الموسيقى ده انا ببقى من جوايا قلت اهو خليكوا تسمعوني.